احنا دلوقتي الجروب كله عدده 25، كل واحد فينا اصلا في الجروب شغال شغل مختلف غير الدانسينج، يعني كلنا متجمعين في الحاجه اللي بنحبها بس حياتنا الاساسيه ملهاش علاقه بالدانس. النوع الدانسز اللي احنا بنقدمها مش دانس سيرف قد ما احنا بنقدم كوريوغرافي، عشان احنا بنحب كل حاجه. عندنا كذا حد عنده مين ستايل مختلف زي الافرو بريكنج هيب هوب. الفتنس دي اهم حاجه عشان الشيب بتاع جسمنا يبقى احسن واقوى. الفكره كلها ملهاش علاقه بالسن، انا ممكن ابدا وانا عندي 40 سنه بس اتمرن اكتر من شخص بادئ وهو صغير. ما عنديش شروط سن وزن شكل، الحاجات دي ما عنديش فيها شروط لان اوريدي في الاول في الاخر احنا بنقدم فن. احنا بنبقى مثبتين يوم للتمرين في الاسبوع، بننزل كلنا نتمرن، ما فيش علاقه في شو او ما فيش شو، بننزل نتمرن على حاجات جديده، بننزل نتمرن على حركات جديده وتمرينات جديده وكريهات جديده. في الاول طبعا لازم نكون منسخن جامد علشان لو الحركات متطلبه ان احنا نتشقلب او ان احنا نرقص بباورنج او نرقص، لازم نسخن الاول. بعد كده بنشوف لو كوريو زوبا او كذا او كذا او كذا بيبقى هو مسؤول ان هو يحفظ الكوريو دي. احنا بنكون مثلا من 20 ل 21 19 بحسب الغياب. المثبت ده مش بيبقى موافق لكل الناس. احنا في الجرو اصلا مختلفين فكل واحد بياخد حاجه من التاني. علمت دلوقتي اعرف الستبات بتاعت هيب هوب وشامل بريكن. هو الاول احنا كنا بادئين في تصوير فيديو وكنا عدد اكبر من كده. هو من الفيديو ده انا كنت عارفه زوبا ليدر الفريق، قابلتها كذا مرة في إيفنتس وكلاسز وكده فهي عارفاني. فهي وقت عملت الفيديو الأولاني ده كلمت كذا شخص وكده عشان نصوره بس، فبدأت معاها الفيديو ده وبعد كده الحمد لله الدنيا بدأت أفضل. يعني إحنا تقريبا بنعمل كل الأنواع، هيب هوب بوبينج أفرو بنفري ستايل. يعني إن إحنا نعمل شيء واحد بس ممكن يكون ممل، فإحنا واخدينها تحدي ان نعمل كل الانواع تقريبا. اي نوع رقص تقريبا اي حد يقدر يوصل له بس مع اختلاف وقت التمرين. يعني في مثلا زي الافرو بيبقى محتاج تقريبا مده اطول عشان تقدر توصل للستبس بتاعته، لانها بتبقى معقده شويه ومحتاج ستايل معين. يعني لو بننزل جيم تقريبا هيبقى افضل بكتير ان نعمل الفتنس. مفيد جدا لينا ان لازم نبقى بنمرن جسمنا عامه، نبقى اخف ونقدر نبقى اقوى علشان نعرف نعمل حركات بشكل اقوى. اتعلمت حاجات كتير جدا بصراحه. اتعلمت الافرو ده نوع رقص رهيب جدا، وتعلمت برضو الكونتمبرري. انا كنت بحب النوع الرقص ده وكان نفسي اتعلمه، لكن الهيب هوب والبوبينج والحاجات التانيه دي دي انا متعلمها قبل كده. يعني الافرو اللي هو عباره عن افريكان دانس، هو يميل اكتر للبلاد الافريقيه الصومبر شويه، بيرقصوا على نوع مزيكا معين تمام، وليهم طريقه حركات معينه بتختلف عن الهيب هوب والبوبينج والليريكال والكونتمبرري والحاجات دي، وبيرقصوا على نوع بيت معين في الحاجات في الرقص بتاعهم. يعني افرو عادي افريكان عادي، وفي افرو هاوس. الافرو هاوس دي بتعتمد على الفوت ورك اكتر من الافرو عادي. الافرو عادي بتعتمد على البادي كله بالايد والرجل وكل حاجه، لكن الافرو هاوس لا بتعتمد فوت ورك اكتر بكتير، فبتاخد وقت اكتر. هي تعتبر رياضه برضو، فاهم قصدي؟ لان انت بتعتمد على حركات معينه، فالرياضه دي بتخلي الطاقه السلبيه بتاعتك بتخرج. ساعات بنقعد 3 ايام وساعات بنقعد كل يوم على حسب، لو في بروجكت ولا حاجه لا كل يوم بنبقى متواجدين، لكن تمرينات عاديه لا بنقعد مثلا 3 ايام 4 ايام كده.